Okay, exercise one is the wall walk. Wall walk مع finding the balance for the free handstand. موضوع مختلف شوية. فكرة احنا برضو بنفس الفكرة نبتدي with the plank. رجلي بتطلع فوق. ثانية بس انا ببتدي ابند نفسي وخش جوه ابقى somehow 90 degree. في رجل عندي فوق والرجل الثانية بحاول ابوش بيها عشان I find balance. once ان انا في balance اهو هبتدي ارفع رجلي الثانية ليها وأوقف الاثنين مع بعض وأحاول أجد ده free handstand. الفكرة إن أنا عايز جسمي يحفظ الموشن، عايز جسمي يحفظ ال end point بتاعتي، إن في رجل دايما في end point ورجل الثانية بتحاول توصل له. تاني exercise اللي هو ال free handstand kick up. ال free handstand kick up هو عبارة عن إن أنا the same concept بتاع اللي فات، بس انا محتاج مش هيبقى في عندي assistant tool، هيبقى عندي الموشن بتاعتي بتيجي انا اللي بعملها، يعني كلها بتطلع من عندي. فانا ايديا الاثنين زي ما احنا متفقين، صوابعي متنيه، كتافي على ايدي، في واحده بتكيك وواحده بتبالانس. فاحنا لو عملنا كده واطلع، ممكن ما اعرفش اعمل كده على طول، الفكرة ان انا ابالانس دي كده واطلع بالتانية فوق. ده طبعا مش هيجي بسهولة من اول مرة، انا احتاج ان انا ابراكتس على نفسي كتير عشان اقدر اوصل للستيت اوف بالانس دي. فالموضوع محتاج وقت، محتاج ابراكتس اكتر اكتر لحد ما انا جسمي يحفظ الموشن. هو مش اي حاجة هتحصل غير ان انا الماسلز بتاعتي هتحفظ الموشن بتاعتي صح، فاطلع بالاند اوف ريزلت بشكل مناسب جدا. اهم حاجه في التمارين دي وي هاف تو كنترول ات ذا موفمنت. محتاج التيمبو يبقى بطيء، محتاج تبقى كونسنتريتد في التمرين، مش عايز اجيف اب بسهوله، عايز دايما ابوش اون بالكونسبت بتاع التمرين دايما. طيب اكسرسايز 3 اللي هو البلوتو سناف. البلوتو سناف از ا ترانس اند كور اكسرسايز. الفكره ان انا ببتدي وانا عامل بلانك، انا بادي وانا عامل بلانك برجع ايدي الاثنين ورا بستريتش خالص، الهامسترنج اولسو ستريتش، بنزل بكوعي لتحت او بنزل لتحت وكوعي لورا، باجي البوش اب وبرس وارجع تاني، هامسترنج ستريتش، ظهري ايدي كلها ستريتش ورا، بنزل لتحت وبرس. في ناس ممكن لما تبقى هنا وتبقى هتيجي تنزل لتحت بتنزل تنزل تنزل، لكن هي حته البراس دي هتبقى صعبه عليها، فهتتني ركبها وتبراس عشان ظهري لازم يبقى لما انا بنزل تحت، لما انا ببقى تحت بطلع مش كده، دي غلط، لازم بطلع بجسمي كله، جسمي كده وبطلع بيه زي ما هو، ودي ما بتسقطش مني. اوكي، اكسرسايز 4 از واي تي دبليو اكسرسايز. اتس سترينث الاكسرسايز ده somehow looks easy، بس هو مش اسهل حاجه. فكره ان انا جسمي مريح، ايديا الاثنين جنبي، بعمل في الاول اد واي، تو هاندز اب 2 سكندز، تي 2 هاندز اب 2 سكندز، دبليو 2 هاند 2 سكندز، واي اهم حاجه ايدي فوق، ايدي مش مريحه، انا ايدي فوق وراسي مريحه مش طالع كده برضو، انا راسي وظهري مريح، ايدي بس لفوق، from y 2 seconds t 2 seconds w 2 seconds. the last exercise اللي هو core exercise ال whole body rock، هو عبارة عن abs او core exercise. زي ما اتفقنا رجلي الاثنين فوق، ايدي الاثنين فوق، راسي فوق وهفريز، انا ثابت هنا مش هتحرك، ده الكور شادد، بطن شادة هنا شادد تحت، ايدي ما ينفعش تعدي، فانا بفضل في نفس البوزيشن ده. وده يبقى الهولي بودي روك.